تلفزيون البحرين. أهلا بكم. ترحب مملكة البحرين باستجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لطلب فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بوقف قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العمليات والأنشطة العسكرية لمدة 72 ساعة وبما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في جميع أنحاء اليمن، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذه الهدنة من أجل استئناف المفاوضات الرامية إلى إعادة الاستقرار والسلم لأبناء الشعب اليمني الشقيق. وتجدد مملكة البحرين موقفها الراسخ الداعم للشرعية في اليمن إلى أن تتمكن الحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي من إحكام سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية والتوصل إلى حل سلمي وفق اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني ويحفظ له أمنه واستقراره ووحدته، وذلك وفق المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأيضا مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 كونها الضمانة الحقيقية لتسوية سلمية ودائمة بين كافة الأطراف في الجمهورية.